كيف الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني نهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم على أولا الثقة في أفراد المنتخب وعدم الخوف من النتائج الكبيرة وعدم الخوف من مواجهة الفرق الكبيرة، وهذه نقطة مهمة أنه أنت تحتاج تعود اللاعب السعودي اللي حيشارك في كأس العالم على مواجهة منتخبات قوية. أنا شفت كثير من الآراء سابقا أنه يعني مفروض ما نلعب مع منتخبات زي هذه، مفروض يعني بالعكس أنت يجب أن تكسر هيبة كأس العالم باللعب مع مثل هالمنتخبات هذه. اللي صار أني حتى أنا استغربت الحقيقة ردة الفعل بعد الشوط الأول، أنه كان في كثير من الناس مستاء. يعني أنت لما تشاهد الشوط الأول تجد أنه أنت أمام فريق وليس أمام أفراد. يعني المنتخب السعودي كان يحاول تطبيق الدفاع، التكتيك الدفاعي، التحرك الجماعي، الانتقال للوسط والعودة للدفاع بطريقة منظمة وجماعية لا تبرز مهارة اللاعب، وهذه الحقيقة يمكن قدمها بشكل متوسط لأنه وكان فيها بعض الأخطاء اللي يمكن منها الهدف، وهذه قد تساعد المدرب على اكتشاف حاجته لتدعيم يعني مشاركة يمكن عبد الملك الخيبري أو تدعيم المحور العمق الدفاعي بحيث أنه يحمي المدافعين شوي ويساهم في تقليل خطورة الخصم من هالمنطقة. ولكن بشكل عام كان فيه محاولات لتطبيق طريقة لعب، وهذه هي النقطة المهمة. أنت خرجت أمام إيطاليا 1-0 ومن كورة يمكن كان فيها سوء تغطية من المدافعين ومهارة لاعب اللي هو بالوتيلي، ولكن بشكل عام ما كان فيه يعني شيء يعني يخوف ويجعلك تضع يدك على قلبك انه في كل هجمه وممكن ان انت ما تقدر تمرر ولا 5 تمريرات. كان المنتخب قادر انه يمرر، يستلم، ينتقل منتصف الملعب. صحيح ما قدرنا نتجاوز لانه العناصر الموجوده كان تركيزها دفاعي. يعني كسرنا حاجز الخوف من الشوط الاول. ما في شك انه انت اولا حاولت تطبق طريقه لعب، وهذا المطلوب من المباريات مثل هذه. انت ما تبحث عن النتيجه، كيف تطبق انه يكون عندك فريق. واحنا دائما نتكلم نقول في فرق بين يكون عندك 11 لاعب بين يكون عندك فريق متجانس، من اللي يغطي مين، من يتحرك، من يرجع مع بعض، من ينتقل مع بعض. هذه الأشياء كلها أنا متأكد أن المدرب اليوم سعيد بالوصول لها. نعم. في هذه المرحلة، لأنه بعد مباراة بلجيكا كان المدرب يقول أنا ما كنت أتوقع نوصل لهالمرحلة هذه من الأداء في الفترة الحالية. ومع ذلك كان يعني سعيد بالرغم من الناس ما كانت مبسوطة من النتيجة. ولكن في الشوط الثاني يعني في أكثر من شيء. أولا تغيير منهجية اللعب إلى الأداء الهجومي. ثانيا دخول عناصر هجومية مميزة، فهد وسالم تحديدا سالم. ثالثا أنه أيضا المنتخب الإيطالي سحب بعض العناصر المهمة والخبيرة، وهذا أيضا خفف العبء على المنتخب السعودي. ونقطة مهمة جدا أنه أنت تعود يعني كسرت حاجز الشوط الأول، أصبح عندك ثقة، أصبحت قادر أنك تواجه المرمى، أنك تسجل في منتخب إيطاليا هدف. أنا أذكر في قبل 2006 يمكن لعبنا 6-7-8 مباريات لم نسجل في منتخب أوروبي. وهذه ترى نقطة مهمة جدا، أنه أنت ما عندك القدرة أنك تتجاوز الدفاعات الأوروبية، فما بالك أنه منتخب إيطالي معروف في الدفاع، الرقابة، تضييق المساحات، القوة البدنية، اللياقة العالية. أنت هذه قدرت تتجاوزها وتوصل لمرماهم، فأنا أشوف أنها تجربة أكثر من ممتازة. نعم. فادت المدرب في بعض الأخطاء أو الملاحظات اللي لعل من المناسب أن أذكر اللي أنا شفته، يعني خط الدفاع تحديدا قلب الدفاع. هجلها شوي أبو يزيد، تفضل. لأني أنا ودي بس أسمع من الجميع.